زي كفن تبع الموجة. تعزينا الحارة ليك وللشعب اللبناني. إسراء حاليا شنو الوضع في لبنان في الوقت هذا؟ شنو لبنان؟ نعم، يعني وبكل أسف شديد أعداد الشهداء إلى تصاعد، يعني الحصيلة الأولية والأخيرة، نقول الأولية لأننا لا نعلم الحصيلة الأخيرة من بعد انتهاء يعني عمليات انتشال الجثث أو العثور على من هم مفقودين. الحصيلة الأخيرة حتى الساعة هي 137 شهيد وأكثر من 5000 مواطن ومقيم، وفي عدد كتير كبير من المفقودين، أضرار كارثية بالمباني والمرافق المجاورة حيث وقع الانفجار بمرفق بيروت، عائلات مشردة، عائلات مفجوعة، أمهات فكلة تصرخ يعني أولادها مفقودين. عائلات اليوم نحن في صحيفة النهار كنا في متابعة مباشرة لصرخات الناس يلي عم بيناشدوا، ما حنقول المسؤولين لأننا فقدنا الأمل من المسؤولين في لبنان. هم يناشدون من يعترف بالإنسانية للمساعدة، علهم يعني هيك بيوصلوا لذرة أمل أنه يوجدوا المفقودين وأحبابهم. المشهد من امبارح هو مشهد مروع صراحة، بعدنا حتى الساعة، وأعتقد أنه غدا وبعده ستكون الصدمة بعد ذيتا، يعني لن نستفيق من هذا الكابوس وبكل أسف شديد. الحال حاليا نعم. هذا بالنسبة للخسائر البشرية، أما بالنسبة للخسائر المادية نحكيه على خسارة كبيرة برشا. بيروت منكوبة، بيروت مدمرة، بيروت تنزف، أضرار جسيمة لا تحصى، بيروت دمرت بالكامل. يعني من المشهد، يعني شو بدي أقول لك، مشهد مبكي. اليوم حاولنا نبكي كتير على مدينتنا، مدينة بيروت، هذه اللي نحن بنفتخر فيها، وأشقائنا العرب كلهم بيحبوا أول ما يجوا على لبنان بيجوا على عاصمتنا الحبيبة بيروت. بيروت تدمرت، ما رح نحكي اليوم لا بشعر ولا حنحكي بأمل، حنحكي عن بيروت اللي تدمرت. أضرارنا جسيمة، أضرارنا لم تعوض أقله في خلال يعني الفترة القريبة. نحن شعب حاليا فقدنا الأمل، لن نقول بأننا مثل ما كنا بكل فاجعة وبكل انتكاسة منمر فيها منقول أنه نحن شعب نحب الحياة ونريد أن نتمسك بالأمل. نحن اليوم شعب فقدنا الأمل. إن شاء الله الأمل ما يتقطعش، خلينا نقوله. وخلينا نسألك، شنو آخر الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة مع العلم أنه لبنان تمر بأزمة كبيرة لها مدة؟ وسمعنا مؤخرا كونه مجلس الوزراء أعلن على حالة الطوارئ لمدة أسبوعين. نعم، يعني اليوم عقدت جلسة استثنائية أعلن من خلال مجلس الوزراء اللبناني عن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وحتى أنه من ضمن المقررات الكثيرة اللي أعلنت أنه طلب من السلطة العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف تخزين الأمونيوم من حزيران 2015 إلى حين تاريخ مبارح وقوع الانفجار. يعني نحن أمام فضيحة، ما بعد إذا كلمة فضيحة تكفي. 2750 طن من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفق بيروت، ولا حسيب ولا رقيب. حاليا فعلا إنني أتكلم ليس بلغة تشاؤمية، ولكن من بعد ما أعلن مجلس الوزراء بيروت مدينة منكوبة وطلب عدم المساس بمسرح الجريمة وإلى ما هنالك، ولكن الشعب اللبناني اليوم فاقد الثقة
برئاسة الحكومة وبالعهد عهد رئاسة الجمهورية. مدام حكينا إسراء على فقدان الثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفنا موجة غضب كبيرة وين طالب اللبنانيون باستقالة رئيس جمهورية لبنان والحكومة من خلال أشتاغ استقيلوا. صحيح يعني نحن ليست الانتكاسة الأولى التي نعاني منها بسبب هذا العهد. الانتكاسة ما قبل هذه الفاجعة التي وقعت علينا، نحن نعاني من 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 وضع اقتصادي صعب جدا، وأتت أزمة كورونا، ونعاني أيضا من نقص حاد بالمعدات الطبية. يعني لبنان يصرخ منذ أن تولى هذا العهد، يصرخ، والنكسات يعني عم بتحل علينا الواحدة تلو الأخرى، والضربات عم تكون موجعة جدا. نحن نعاني من وضع اقتصادي مرير، عنا ناس جوعانة مش من هلأ، نحن من أشهر، من مدة كبيرة. نعم. إسراء حسن، أنت الصحفية بصحيفة النهار، نحب ناخو رأيك كصحفية، لبنان شنو تحتاج باش ترجع لأيامتها المزيانة وترجع بيروت تنبع من جديد كيف ما نعرفوها؟ يعني نحن اليوم بحاجة أولا إلى استقالة يعني كوادر الحاليا الموجودين، استقالة من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. علينا أن نبدأ كلبنانيين أن ننشل أنفسنا بأنفسنا. لبنان الأخضر الذي لا يموت وشعارات الشعر لا نريدها، نحن نريد أن ننقذ لبنان. لبنان أصبح تحت الأنقاض. يعني قرأت أو سمعت أحد المواطنين امبارح على التلفزيون يقول نحن ملعونون، يعني وكي تحل يعني كي تحل عنا اللعنة على الحكومة ورئيس الجمهورية أن يرحلا. نحن نريد أولا نشكر الأشقاء العرب الذين يقفون إلى جانب لبنان، ليس فقط في فاجعتنا هذه الآنية، إنما في كل محنة يمر بها لبنان. الأشقاء العرب لا يتركوننا، ولكننا اليوم نصر أن الدول العربية التي تريد أن تساعد لبنان عليها أن تساعد شعبه وليس الحكومة وليس رئيس الجمهورية. وشفنا سيد عديد الدول اللي تفاعلت مع لبنان، شفنا فرنسا، شفنا تونس، شفنا مصر والعراق. إن شاء الله خلينا نقول ونكونوا متضامنين الناس الكل مع بعضنا. إسراء، دعني أولا أن أتوجه بالتحية إلى تونس، ويعني دولة وشعبا أكيد قدمت المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات لدعم يعني شعبه اللي هو شعب لبنان، وأيضا الإتيان بمئة جريح من المصابين إلى تونس واللي حتتكفل برعايتهم. هذا واجبنا، أقل من نجم نعمل. أسرع، نحن كشعب نقدر اليوم تونس، نقدر الكويت، نقدر المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، دولة قطر، يعني جميع الدول. الأردن لا أريد أن يعني إنه اليوم أنسى العراق. كثير اليوم من الدول رفعت راية التضامن مع شعب اللبناني اللي عم ينزف المدمم يلي مشرد يلي يعني منكوب أكثر من كلمة منكوب اليوم. إسراء حسن، أنا ماذا بيا كنت تعطيني رسالة لشعب لبنان؟ رسالة إلى شعبي، إلى يعني نحن اليوم ما بعرف إذا هالقد اليوم نحن بحاجة أنه نتكاتف ونتضامن مع بعضنا أكثر من أي وقت ممكن، لأنه بالنهاية ما لنا غير بعضنا. الأخ بنهاية المطاف لما بيوقع بمحنة بيستنجد بأمه وبيه وعيلته، ونحن اليوم أمنا وبينا وعيلتنا هن شعبنا اللبناني فقط لا غير. فعلينا اليوم أنه نتوحد، وعلينا أنه نساعد بعضنا لننشل حالنا من هيدي الفاجعة الكبيرة يلي وقعنا فيها. بدنا نحاول نطلع درجة، ما يعني ما عنا الأمل الكبير أنه نطلع بطريقة سريعة، ولكن نحن مرت علينا أزمات كتير كبيرة أكيد مش مثل هاي. نحن اليوم تعرضنا لما يشبه القنبلة الذرية، شبهت بهيروشيما وناكازاكي. لبنان الصغير
مش حرام يصير في هيك اليوم؟ مش حرام الشعب اللبناني اليوم يضل عم ينوجع من أزمة إلى أزمة وتجي هيدي الضرب القاضية، وبعد عنا مسؤولين متمسكين بهول كراسي وبعده متلكئين حتى الساعة، العالم عم تصرخ في عنا مفقودين، عدد الشهداء إلى تصاعد، عدد ضحايا المستشفيات ما بقى عم تستوعب، الدول العربية فتحت مستشفيات ميدانية على الأرض، مصر مدت جسر طبي لتأمين المساعدة وكل المستلزمات الطبية. شعب لبنان اليوم مجروح عم بينزف، يعني عم نحاول نبكي بس ما عم نقدر صراحة، عم نحاول نلملم نفسنا. صدقني أنا اليوم مش هدفي أطلع بطريقة سوداوية، بل يعني يمكن ما في أسهل منه واحد اليوم يعطي نفس أمل، ولكن أصبح الوقت أو حان الوقت اليوم أنه نحكي بواقعية. لبنان ينزف، وإذا ما وقفنا حد بعضنا كشعب وتضامننا بوجه هذه السلطة رح ننزل إلى القعر أكثر وأكثر. إن شاء الله يا ربي النزيف هذا يقف، إن شاء الله يا ربي. ذيك شنو نقول، إسراء حسن صحفية بصحيفة النهار، شكرا ليك اللي كنت معنا مباشرة من لبنان من جديد. احنا نتمنى وإن شاء الله يا ربي لبنان تخرج من الأزمة هذه، كل التضامن مع الشعب اللبناني إن شاء الله يا ربي معكم.